طبعا اهلا فيكم اصدقائي، السلام عليكم ورحمة الله. طبعا اصدقائي، انا اتمنى ان الحلقة السابقة تكون عجبتكم بخصوص مريم. قدرت اجيب لها شوية هدايا، الحمد لله، يعني قدرت اضحكها للبنت، الله بعت فلوس وتسهلت الدنيا. واهم اشي كان بالنسبة الي الحليب والبنبس، لانه زي ما اتفقنا احنا بنجيبه من مناطق صعبة وبعيدة، يعني مش بسهولة، مش انه تطلع على السوق. انت فكر السوق هان، لما بدنا نطلع اقل طلعة بدك مواصلات، لأنه إحنا في منطقة تقريبا على حدود ما بيننا وما بين الكلاب اليهود. المهم الوقت يا جماعة، يعني الله يعين الناس في رفح. أنتوا يمكن شفتوا المجزرة اللي صارت، يعني أقسم بالله بتقطع القلب، يعني الأبو اللي مسك ابنه وراسه مقطوعة، الله يعينه لزيها. للعلم إحنا شفنا كمان شغلات في شمال غزة، قسما بالله العلي العظيم، أسوأ بكتير من هيك. أنا عن نفسي، هو غلط اتكلم في كلام زي هذا على يوتيوب، لكن خليني اقول لك، قطعة بني ادمين في كرتونة بقينا نحطهم، هذا كلام في الشجاعية، ونحطهم في منطقة معينة على اساس يجي الاسعاف ياخدها ويوديها او يدفنوها. ففي الشجاعية برضه شفنا الاهوال وشفنا اطفال صغيرة بتموت، والله العالم يعني كيف كان الاجواء والوضع. فانا انقطعت يومها عن الانترنت لحوالي 7 اشهر، انا من جديد ماليش اسبوعين على القناة، فالله يهون احسن من كل حاجة. المهم الوقت يا جماعة، انا الحمد لله يعني بفضل الله كفيل لبنتي. بنتي طفلة رضيعة عمرها سنة، والحمد لله عندي الصحة وعندي القدرة وعندي يعني اللي اقدر ان اتكلم وادافع واحاول اوفر لها المأكل المشرب الملبس التفاصيل زي هذه. لكن انتوا يا جماعة، حابب انا منكم مساعدة اطلبها، وانا اول واحد بدي اقدم فيها. الوقت في القناة الحمد لله تعالى في أرباح كويسة دخلت، صار موجود في القناة، وأنا من جهتي لقدام يعني لما أقبض هذه الأرباح، طبعا هذا الكلام لسه الشهر الجاي، راح أساهم في مبلغ وحصور فيديو، بس مش هديك كل التفاصيل، يعني هجيب شوية شغلات وحقول لك هذه الشغلات هيها، وبدي أطلع على المدرسة الفلانية وبدي أوزع على الأطفال. طبعا أنا تركيزي فقط على الأطفال على أساس إنه الله يبارك لي في بنتي. وانا وصلني مبلغ يعني قبل يومين، مبلغ بسيط، هو الحمد لله خلاني ابسط مريم واجيب لها شويه يعني شغلات اساسيه، شويه العاب اللي انتم شفتوه في الفيديو، المرجيح، الحليب، البنبز، وخليت منهم اللي هو يا سيدي العزيز 100 شيكل. طبعا احنا يا جماعه يعني للاسف تابعين للمحتل بالنسبه للاقتصاد، ففلوسنا مش عملة فلسطينية، وإن شاء الله ربنا يدينا ويصير يعني عملة فلسطينية لقدام، لكن إحنا مجبرين نتعامل في الفلوس زي هذي. هدول 100 شيكل أنا بدي أشتري فيهم 3 علب حليب. طبعا أنا بدي أحاول أجمد 25 علبة حليب، تمام؟ هدول 25 علبة بدنا نحاول نوزعهم لجباليا، مش لمعسكر جباليا، مش إني أطلع على جباليا لأنه اليهود موجودين غاد، لكن أهل جباليا لما نزحوا وين بنزحوا؟ في الشمال عندنا هان، تمام؟ في الدرج والتفاح، في المناطق اللي حواليهم، زين؟ من ضمنهم المنطقة تبعتنا، في مراكز الإيواء فيك تسميها أو في المدارس. فبدي أحاول أجيب 25 علبة حليب، وبدي أنا أوزع هدول على الأطفال. طبعاً ملحوظة، أنا واحد من الناس لو بدي يجيني ويدوق على بيبي ويقول لي يا عم تفضل هي علبة حليب بس بدي أخذ سكرن إلك، أنا مش حوافق. أنا عن نفسي هعتبرها إهانة. فاللي بدي يصير كالتالي، بدي أجيب أنا 25 علبة حليب بحطهم في بيتي، صور فيديو أو مقطع من فيديو، أو والله يا جماعة هيني جبتهم، وبدي أخذ 25 علبة هدول وبدي أصل المدرسة. في حدود وصولي للمدرسة، والله يا جماعة هيني طالع أنا وهنا عند باب المدرسة، وبدي أطلع أوزع هدول على الأطفال وفقط. أما ما بقدر أنا يعني أجي على كل أم أقول لكم والله يا جماعة هي الأم وهي الطفل الصغير وتفضل هي علبة الحليب، هذه إهانة، هذه إهانة، وأنا ما بقبلها على نفسي وما بقبلها على الناس، والله يعين الناس قبل أي حاجة. فإذا أنتم حابين تساهموا وتدعمونا في القصة هذه وتقفوا جنبنا، لأنه حرفيا الناس والله العظيم تعبانة، يعني خلينا أقول لك في كل مدرسة حوالي في زي حركة 2000 عيلة، عارف شو يعني 2000 عيلة؟ كل صف في 10 عائلات بكون موجود. يعني لما مثلا لما بدهم يوزعوا معونة طحين ولا ابصر شو، لازم يدخل الصف هذا لكل عيلة كيس طحين، فعشر كيس طحين بدهم يدخلوا جوا الصف. والعائلات انا قاعد بكلمك مش عيلة بسيطة، يعني كل عيلة 10 انفار 12، يعني الصف فيه زي حركة 50،
ولو بدك تيجي تشوف انت الصف يمكن حوالي 7 متر في 5 متر مساحته او 6 في 5 يعني 30 متر بطلع مساحة الصف. فايش بده يسع لما يسع؟ يعني كل عيلة بدها تقعد في زاوية 2 في 2 يعني سجن، لانه فيش مكان تاني. لو بدهم يعملوا خيام حتى في شمال غزة مش موجود خيام ليعملوها، او الشيء مكلف. انت بتتكلم عن خيمة هتكلف حوالي 2000 شيكل، يعني اذا حركت حوالي 700 دولار. فالله يعين الناس في الكلام هذا، انا ما بدي اخوض معك في تفاصيل، خلص في الها ناسها. بس الفكرة انا كصاحب قناة انا حابب ادعم، حابب اجيب 25 علبة حليب بدي اوزعهم على 25 طفل، تمام، او 25 عائلة. فانا بدي اساهم في 3000. والله انا هذا هو اللي حاليا بملكه اللي صار في ايدي، زين. فاذا انتم حابين تساعدونا يا جماعة، طبعا ميزة شكرا هذه بيصل على القناة وبيصلني في اخر الشهر، بتقدر تساهم من خلالها. ساهم يا سيدي العزيز. اذا انت حابب تساعدني وتساهم انه يصل الحليب هذا للاطفال في اسرع وقت ممكن، فانت يعني فيك تبعت يا اما من خلال باير او من خلال محفظة USDT. محفظة USDT هذه اسرع، انه يعني لو وصلني مبلغ مثلا 100 دولار على المحفظة هذه انا حسلم اللي هو 70 دولار، حيكون في عمولة 30%، لانه اللي عنا ما شاء الله عليهم، انا بحكي على التجار مش بحكي على حد تاني، مستغلين بالمعنى الحرفي للكلمة. المية دولار تاخدها 70، مع ان انت دفعها 100، المفروض تاخدها 95 97، لكن بسبب الاستغلال هاي الموجود حرب فيش اللي هو اللي ببيع اللي في قدامك بيصرف لك فلوس، فطبيعي حياخد منك الغالي وحيديك الايش الاقل. طبعا الله يبارك في المال وحسبنا الله ونعم الوكيل فيهم، بس احسن من كل اشي. ما بدنا نزود كلام اكتر من هيك، لكن يعني انا لو بدي اقول 25 علبة حليب بطلع كل علبة حاجة 35 شيكل. بدك تضرب 35 شيكل في 25 علبة حليب، نقصنا منهم 3 اللي انا حجيبهم، بطلع 35 شيكل في 22 علبة حليب بطلع المبلغ كذا كذا. بدك تشوفه بالدولار الامريكي قديش بطلع، وكل واحد بده يساهم لو بدولار. شوف دولار بساعد، لو بعشرة دولار، لو بمية دولار. بعد ما ينجز المبلغ انا بس في حدود العلب هدول انا هعمل، واذا نجحت في القصة هذه وقدرت اوفر علب الحليب وقدرت اوزعهم على الاطفال، اللي بدي اسويه بدي اسجل فيديو اثبت الاشي هذا، وبعد هيك بدنا نفكر في قصة تانية زي مثلا بامبرز تبع الاطفال. هذا اشي مهم جدا، لانه ما بتوزع توزيع في المدارس، الناس بتشتري شرية، وهو يعني بالنسبة للناس وبالنسبة للوضع الحالي غالي جدا. فاللي بدنا اياه يا جماعة منكم مساعدة لهدول الناس. وانا عن نفسي والله لله انا مش معني ان اضربك هدول الفلوس واقول لك هدول للاطفال وابصر شو، وعيب الحركة هذه اساسا، لكن الفكرة ان انا بدي اشجعك. فاذا انت حابب تساعد، انا يا سيدي العزيز انا كمان قبلك، انا يا عمي بدي اساعد، وان شاء الله تعالى يكون خير انا وإلكم، وفي ميزان حسناتكم وحسناتك وحسناتنا، وفي ميزان حسناتكم وحسناتنا. الله يديكم ألف ألف عافية أصدقائي، والسلام عليكم.